كشفت سعادة الأستاذة فائقة بن سعيدة صالح وزيرة الصحة عن إنجاز مملكة البحرين لمليون مسحة أنفية لفحص فيروس كورونا كوفيد-19 منذ بدء إجراء الفحوصات بالمملكة، مؤكدة أن مملكة البحرين تسير بخطوات ثابتة نحو التصدي لفيروس كورونا بفضل الجهود الوطنية لفريق البحرين بقيادة سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله الهادفة للمحافظة على صحة وسلامة الجميع. بفضل الجهود الوطنية لفريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله الهادفة للمحافظة على صحة وسلامة الجميع، سارت مملكة البحرين بخطوات ثابتة نحو التصدي لفيروس كورونا، وقد وصلت إلى مليون مسحة أنفية مطبقين بذلك أعلى معايير منظمة الصحة العالمية. أن إنجاز مملكة البحرين لعدد مليون فحص مختبري لفحوصات مرض فيروس كوفيد-19 يعد نجاح كبير، وهذه طبعا بفضل من الله وفضل الجهود الوطنية لفريق البحرين الذي يقوده صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء للمحافظة على صحة وسلامة الجميع. وقد تحقق هذا الإنجاز بفضل الفحوصات العشوائية اللي تقوم بها الحملات التابعة لوزارة الصحة، إلى جانب الفحوصات اللي تتم بشكل يومي بمركز البحرين للمعارض والمؤتمرات وكذلك فحص المركبات. هذا ويسرد أبطال البحرين رحلة تصديهم لكوفيد-19، فتراهم يواصلون تقديم الغالي والنفيس للمملكة، فترى الجميع كل من موقعه يتصدى لهذه الجائحة بكل قوة وإخلاص لتكون المملكة النموذج المثالي في مكافحة جائحة كوفيد-19. طبعا فريق المختبر قطع شوط كبير لتحقيق هذا الإنجاز الجبار، إنجاز مليون فحص مختبري. فريق المختبر بكل الموظفين والمتطوعين اشتغلوا بأقصى طاقة ممكنة، جاهدوا بأنفسهم وبراحتهم من أجل خدمة هذا الوطن. فإحنا دورنا كمختبر نشتغل قد ما نقدر وتم زيادة الطاقة الاستيعابية علشان قد ما نقدر نفحص أكبر عدد ممكن من العينات. اليوم مع إرشادات رأس الدولة وولي العهد قائد فريق البحرين لمواجهة هذه الجائحة، إرشاداتهم الحثيثة ومتابعتهم للموضوع أدى إلى تطوير المختبر بقدرات عالية من أجهزة متطورة وأيدي عاملة. نستطيع اليوم الحمد لله رب العالمين نستوعب عدد أكبر لحد ما وصلنا إلى فحص المليون عينة. هذا وتستمر مملكة البحرين تقديم الخدمات الطبية على أكمل وجه لجميع المواطنين والمقيمين دون تمييز، فيما يبذل أعضاء فريق البحرين في الصفوف الأمامية عملهم بكل إخلاص، ويبقى الوعي المجتمعي هو الضرورة المهمة للتصدي لفيروس كورونا ومنع انتشاره. وفي إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية تستمر المملكة بإجراء الفحوصات العشوائية في جميع مناطق مملكة البحرين، وذلك حرصا منها على تعزيز الصحة العامة وضمان صحة وسلامة جميع المواطنين والمقيمين. طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.